الحياة الدنيا فيها مذاق جميل وحلاوة وطعم ولذة وهناء، لكنها لا تحصل إلا بالإيمان، لا تحصل إلا بالاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحياة فيها حلاوة وفيها لذة وفيها هناء وفيها قرة عين وفيها راحة بال، وكل هذه المعاني لا يمكن أن تنال إلا بالإيمان. وتأمل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فهذه الاستجابة تحقق هذه الحياة، حياة الراحة، حياة قرة العين، حياة هناءة العيش، حياة هدوء البال، زوال القلق والكدر، حياة السعادة الحقيقية. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظر هذه الحياة الطيبة، الحياة الموصوفة بهذا الوصف الجميل الطيب، لا تكون إلا بالإيمان، بالاستجابة لله وللرسول، بالطاعة لله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يحيا المرء هذه الحياة الجميلة الهنيئة السعيدة إلا بالاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتأمل أيضا في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قال أهل التفسير: في دورهم الثلاثة. إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاثة، يعني في نعيم في الدنيا، وفي نعيم في البرزخ، وفي نعيم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. فالدنيا فيها نعيم، فيها حياة جميلة، حياة طيبة، حياة لذيذة كريمة، لكنها لا تنال إلا بهذه الاستجابة، الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.